وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عامل ايه؟ بقى نعمل بقى مع بعض الليزي كيك. معانا هنا دلوقتي بسكوت وسمنه، شوكولاته مطبخ، وكاكاو خام، وسكر، ولبن. اول حاجه بقى دلوقتي هحط على اللبن الكاكاو الخام، نقلبهم كده كويس الكاكاو مع اللبن، هزيد الكاكاو يدوب خالص. ودلوقتي برضو بنداوي برضو السكر، قلب كده كويس، وعلى نار هادية، يعني احنا نوطي النار خالص عشان الكاوي يدوب السكر. ودلوقتي بقى حط الشوكولاتة الخام، دلوقتي بقى ندوب كمان الشوكولاتة. ودلوقتي بقى احط كده معلقتين من السمنة او الزبدة، وكده خلاص. اخر حاجه بقى نحطها بقى دلوقتي النشا. دلوقتي معانا هنا بقى نشا مع ميه، ندوب كده النشا في الميه. نحط كده النشا بالميه اهو، نقلب. خلاص بقى صوص الشوكولاتة جهز معانا اهو. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نرص البسكوت ونحط عليه صوص الشوكولاتة. ودلوقتي بقى معانا هنا صينية، نحط اول حاجة كده البسكوت، دلوقتي بقى حطينا اول طبقة البسكوت، دلوقتي بقى نحط صوص الشوكولاتة. ونفرده بقى كده كويس. ودلوقتي بقى بعد ما حطينا خلاص صوص الشوكولاتة، نحط تاني البسكوت. هنرص كده طبقة البسكوت.
هكملها بقى وارجع لكم تاني. ونحط برضو دلوقتي شوكولاتة. برضو كده برضو البسكوت. ودلوقتي بقى هحط برضو صوص الشوكولاتة. ودلوقتي بقى اخر حاجة كده حطها الشوكولاتة دي كده خلاص اخر طبقة. ممكن بقى ان احنا بقى نزينها باي حاجة، يعني فول سوداني، بندق مجروش، اي حاجة ممكن نزوقها برضو فاكهة كده. بقى الليزي كيك خلاص جاهز معانا، نحط بس بندق بس مجروش كده. دلوقتي بقى بعد ما خلصنا مع بعض الليزي كيك ندخلها بقى دلوقتي التلاجة ونقدمها مع بعض. كده بقى حبايب قلبي النهاردة نكون خلصنا وصفتنا، عملنا معاكم الليزي كيك. يا رب النهاردة وصفتنا تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. ما تنسوش يا حبايب قلبي تضغطوا لايك للفيديو، طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.